70% من سطح الأرض مغطاً بالمياه، ويرتبط جزء كبير من اكتشاف الإنسان للأرض بالمحيطات، من القوارب الهشة التي أبحرت على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط إلى السفن المهيبة التي أبحرت صوب العالم الجديد. كان تطور الأدوات الحرفية والملاحة البحرية دافعاً دائماً للإنسان لكسر حدود المحيطات. فريدريك كريستانيو فيزيائي وباحث في المركز الوطني للبحوث العلمية، وسيمضي في رحلة متعقباً آثار نظرائه البعيدين في معرفة المزيد عن التقنيات والابتكارات العلمية التي مكنت الإنسان من الإبحار أبعد وأبعد، من تطويع الرياح والأمواج وحتى الجليد. إنه بحث علمي لفهم كيف استطاع الإنسان على مر القرون أن يبني السفن ويتحدى العواصف ويغزو المحيطات. نحن في سان نازير، شركة STX لبناء السفن والمتخصصة في بناء السفن السياحية الضخمة. سيكتشف فريدريك أسرار بناء واحدة من أكبر السفن السياحية في العالم. يبلغ طول السفينة 315 متراً بعرض 43 متراً وعلو 65، وهي المسافة بين الماء وأعلى نقطة في السفينة، أي ما يعادل مبنىً من 20 طابقاً. إنها مدينة عائمة حقيقية يمكنها نقل 7000 راكب. المهندسون البحريون قادرون اليوم على تصميم سفن تتعدى كل حدود فهمنا. هذا هو أقصى حجم أم أن السفن يمكن أن تكون أكبر؟ تعتمد حدود أحجام السفن على قدرة الموانئ على استقبالها أو على أحواض البناء المزودة ببنى تحتية مؤهلة لبنائها. أما بالنسبة إلى الحدود التكنولوجية فلطالما كانت موجودة ولطالما نجحنا في تخطيها. أي حدود تكنولوجية موجودة اليوم سنتجاوزها غدا بالتأكيد. بتوسيع الآفاق وتجاوز الحدود أصبح الإنسان خلال 4000 من السنين سيد المحيطات، تاريخ من البحارة والمستكشفين الذين تمكنوا على مر العصور من تطوير تكنولوجيا تتقدم باستمرار في بناء السفن. يتجه فريدريك إلى مارسيليا لتتبع واحد من أوائل الشعوب العابرة للبحار وأكبرها، الإغريق القدماء. في القرن السادس قبل الميلاد وصل المستعمرون من فوسيا، وهي مدينة يونانية في آسيا الصغرى على متن القوارب، وأسسوا مدينة ماسالية. هنا اكتشفت بقايا فوسيا وحددت عمر المدينة بما يزيد عن 2600 عام. قام متخصصون في علم الآثار التجريبي ببناء نسخة طبق الأصل بالحجم الكامل. بني هذا القارب وفق الأساليب القديمة المستخدمة في العصور القديمة، لكن الأصالة الحقيقية تكمن في جمع أجزاء هذا القارب بالكامل بالأربطة، لذا فهو يعرف أيضاً باسم القارب المحاك. يتطلب بناء قارب كهذا 5000 ساعة من العمل على الأخشاب و3000 ساعة لربطها. هذا القارب مبني بالاعتماد على التقنية التي وصفها هوميروس في الأوديسي، ملحمة رحلات يوليسيس في البحار،
ويتمتع هذا القارب الغجري أيضاً بنظام دفع نموذجي من العصور القديمة، وهو الشراع المربع، صف المجاذير، ودفتان جانبيتان موزعتان على جانبي القارب. بهذا كان هذا القارب قادراً على غزو العالم بحدوده المعروفة حينها. ليس فعلاً، فهذا قارب ساحلي إقليمي يبلغ طوله 10 أمتار وبسعة حمولة جيدة، لذا كان يستخدم لصيد الأسماك ونقل البضائع المحلية ونقل الناس. كان أشبه بشاحنة صغيرة تتنقل في الحي. لكن اليونانيين امتلكوا سفناً أخرى، فنحن نعرف مثلاً عن طريق المؤرخ الشهير هيرودوتس أن المستعمرين اليونانيين أبحروا على متن سفن بنتيكونتوريس، وهي سفن كبيرة 50 مجذافاً يتراوح طولها بين 25 إلى 30 متراً، وكانت قوارب محاكاة بالأربطة. إذن يعتقد أن أبناء فوسية استطاعوا على متن قوارب طويلة من الألواح المربوطة ببعضها بعضاً استكشاف البحر الأبيض المتوسط بأكمله قبل تأسيس مارسيليا واستعمارها، وهذا بلا شك مثير لاهتمام العلماء. توفر لنا الوسائل الرقمية الآن فهماً أفضل للتقنيات المستخدمة من بنائي السفن خلال العصور القديمة. حين تتمعن في بنائه سترى أنه ينطوي على كل ميزات قارب بني من الخشب. هناك مجموعة الأخشاب المركزية العارضة، عادة ما تصنع من الخشب الصلب، والتي تصل للقائم في الخلف والساق في الأمام. تشكل هذه المجموعة العمود الفقري للقارب. تثبت القاعدتان الجانبيتان بهذا العمود الفقري لتشكيل الهيكل الخارجي. تتم بعد ذلك إضافة التعزيزات العرضية أيضاً. في تلك الأيام كانت كل القوارب محاكاة؟ ليست كلها. استخدم الفينيقيون مثلاً تقنيات مختلفة باستخدام تقنية الميلاد، والتي سيستخدمها اليونان والرومان لاحقاً. تقتضي إحداث ثقوب تدخل إليها قطع خشبية رفيعة تسمى الأسافين، يتم تثبيتها بوتد. هذا يثبت كل الألواح ببعضها بعضاً. سمحت هذه التقنية للإغريق بالتغلب على عدد من نقاط الضعف الموجودة في القوارب المحاكة، كما أنها مكنتهم من بناء سفن أكبر بأشكال أكثر تعقيداً وبعمر أطول للإبحار. وبما أن هذه المعرفة أنتجت سفناً أكثر صلابة، فإن نظام التركيب هذا سيتيح بناء سفن ضخمة تحركها عدة صفوف من المجذفين. ما هي المعرفة العلمية التي كانت قد ترسخت في تلك الفترة؟ كان هناك أناس مثل أرخميدس الذي كتب بحثاً عن الأجسام العائمة التي تحدد وتحلل سلسلة من المعادلات الرياضية المتعلقة بهياكل السفن. في القرن الثالث قبل الميلاد أسس عالم الرياضيات والفيزيائي اليوناني المبادئ التأسيسية لعلم توازن الموائع. في نظريته حول الأجسام العائمة أوضح أنه بسبب الجاذبية، وحين يكون القارب على الماء فإن وزنه يسحب للأسفل، لكن في الوقت نفسه يمارس ضغط الماء قواً عبر الهيكل المغمور بالكامل، وبهذا توصل إلى أن الجسم في الماء يدعم بقوة واحدة مساوية لوزن السائل الذي شغل الجسم المذكور مكانه، وهذا ما يسمى مبدأ أرخميدس. لكي يطفو القارب يجب أن يتساوى وزنه مع القوة الدافعة للأعلى. إن تمت إضافة وزن زائد للقارب فسيكون أثقل من كمية الماء التي سيحركها الهيكل، وبالتالي لن تكون قوة الدفع السفلية كافية لحمل وزن القارب وسيغرق. لذا لزيادة القدرة على الطفو يجب ببساطة زيادة حجم القارب. عبر العصور القديمة كان البحر الأبيض المتوسط يمثل النهاية المعروفة للعالم. كان المحيط مصدر خوف، وساد الاعتقاد بأن اجتيازه مستحيل. في ذلك الوقت أدى غياب الرسوم البيانية والبوصلات إلى إلزام معظم البحارة بالإبحار بطرق آمنة عبر الإبحار قرب السواحل، متنقلين من ميناء لآخر
بعدئذ إثر بدء النقل البحري بالنمو أوجد القدماء أنظمة الإشارة. يستقل فريدريك طائرة إلى إيشانت على بعد 20 كيلومتراً قبالة فينيستير. تقع هذه الجزيرة في أقصى غرب فرنسا. البقعة المعروفة باسم حارس فرنسا محاطة بخمس منارات لإرشاد البحارة على طول الخط الساحلي، وله تاريخ طويل من حوادث تحطم السفن. ولفهم أهمية الدور الذي تؤديه المنارات في تطور النقل البحري، يزور فريدريك منارة كرياش المدرجة في قائمة المواقع التراثية والواقعة فوق حصن صخري في المنطقة الشمالية الغربية للجزيرة. هذا الحارس الحجري مجهز بواحد من أقوى أشعة المنارات في العالم. منذ متى ظهرت المنارات؟ منذ العصور القديمة. بطبيعة الحال نفكر في منارة الإسكندرية، وهي واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم التي أنشئت على جزيرة تسمى فاروس، وهي كلمة منارة في لغات جنوب أوروبا. وقد بنيت في القرن الثالث قبل الميلاد، ودمرها زلزال في القرن الرابع عشر. ما هي الخطوات الحديثة التي قطعت من منارات العصور القديمة إلى تلك الموجودة في إيشانت؟ تمت خطوات كثيرة. أولاً، كانت فاروس عبارة عن مدخنة تطلق دخان احتراق الخشب في الهواء الطلق. بعد ذلك وجدت مداخن الفحم، ثم مصابيح الزيت، وأخيراً الكهرباء مع اختراع عدسة فرينيل. عام 1821، أوغستان فرينيل، فيزيائي ومهندس فرنسي في لجنة المنارة، اقترح استبدال العاكسات المعدنية بعدسة زجاجية مقسمة لأجزاء، هذه العدسة التي سرعان ما سميت بعدسة فرينيل. تتكون من قرص محدب مركزي وحلقات متحدة المركز. عند خروجها من العدسة ستجد الحزم الضوئية الموزعة بفعل الحلقات الموحدة المركز نفسها تتوازى مع بعضها بعضاً وتسلك الاتجاه نفسه، وبهذا منعت هذه العملية الضوء من الانتشار. بعدسات كهذه ستنتشر الأشعة لمسافات بعيدة لاثنين وثلاثين ميلاً بحرياً، ما يعني قرابة 60 كيلومتراً، وهو أقوى شعاع في أوروبا. طوال العصور القديمة وبفضل المنارات على وجه الخصوص، تطورت الملاحة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، ولكن ليس هناك فقط. فبدافع رغبتهم في غزو المحيطات، انطلق بضعة أشخاص في رحلات استكشافية فريدة مثل الفايكينج. في القرن الثامن زرع أسطول من السفن الطويلة المحاكة الخوف في الغرب. بعد غرب أوروبا استكشف الملاحون الرائدون شمال الأطلسي واستعمروا أيسلندا وغرينلاند. وفي شهر أبريل من عام 16 كررت سفينة دراكن هارالد هارفراغ رحلة لا تصدق، أوصلت الفايكينج إلى أمريكا حوالي العام 1000 قبل خمسة قرون من رحلة كريستوفر كولومبوس. من النرويج عبر فايكينج العصر الحديث شمالي المحيط الأطلسي، سالكين الطرق نفسها التي عبرها أسلافهم قبل 1000 عام. في نهاية الرحلة الحافلة التي استمرت حوالي ستة أشهر، وصلوا إلى وجهتهم النهائية الولايات المتحدة. وفي حين يعترف الناس اليوم بأن الملاحين نجحوا في إكمال واحدة من أعظم الفتوحات البحرية في التاريخ، إلا أن أعمالهم الفذة ظلت مجهولة حتى القرن التاسع عشر. في أوروبا الغربية خلال العصور الوسطى أضيفت الدقة العلمية التي تمتعت بها أدوات الملاحة الجديدة إلى خبرة البحارة، فقد وجدت البوصلة والأسترلاب وبعدهما آلة السدس على متن كل قارب وسفينة. وفي القرن الثالث عشر أصبحت للأوروبيين صورة جديدة عن العالم بفضل المخططات الملاحية أو البورتولانية التي خلفها توسع التجارة التي رسمت على أقمشة الورد ذات البوصلة. منذ ذلك الحين توافرت كل الأدوات لتمكين كبار المستكشفين
مثل فاسكو دي جاما وكريستوفر كولومبوس من الشروع في غزو المحيطات. ولكن قبل إطلاق بعثات طويلة بحثاً عن العالم الجديد، كان من الضروري إعادة تصميم السفن بالكامل. يتوجه فريدريك إلى مازاغون جنوبي غربي إسبانيا. على هذا الساحل المطل على المحيط الأطلسي بنيت معظم سفن الاكتشافات العظيمة، السفن والمراكب السريعة المهيبة مثل سفينة ناو فيكتوريا التي كانت جزءاً من أسطول ماجلان وأول سفينة تبحر حول العالم. والرجل الذي بنى نسخة عنها مستمر في الإبحار على متن السفينة الأسطورية. انطلقت 5 سفن في رحلة ماجلان الاستكشافية، وهذه كانت السفينة الوحيدة التي عادت، وكان قبطانها الرجل الثاني بعد ماجلان خوان سيباستيان إلكانو. غادر 246 رجلاً وعاد منهم 18 فقط. كانت ناو فيكتوريا بعيدة كل البعد عن سفن العصور القديمة، حيث اختفت المجاذيف مفسحة المجال لأربعة سوار وشراع بمساحة تقارب 300 متر مربع لا غنى عنها لدفع هذه السفينة. كيف توصلتم لطريقة بناء السفينة؟ في ذلك الوقت بالنسبة إلى هذا النوع من السفن لم تكن هناك مخططات لذلك. على مدار 3 سنوات بحثنا في الأرشيف والمكتبات والمتاحف، ووجدنا كتباً تعود إلى القرن 16 توضح التقنيات المستخدمة بالتفصيل، كيف بنوها وكيف جمعوا الأجزاء الخشبية وكيف قطعوا تلك الأجزاء الخشبية. كان كل شيء واضحاً تماماً. حين أرادوا زيادة حجم السفينة كان عليهم أن يجعلوها أكثر متانة. تعين عليهم مواجهة موجات أعتى وتيارات أقوى بكثير، وكان ذلك مستحيلاً من دون هيكل خارجي متين. وهكذا أول ما قاموا ببنائه كان الهيكل الخارجي هنا والعارضة هنا، وبمجرد اكتمال هذا الهيكل الأساسي شرعوا بربط الألواح الخارجية للهيكل من الأعلى إلى الأسفل بالمسامير الحديدية، ثم أضافوا هذا القسم قسم الأجزاء المتقاطعة، وبهذا التشكيل يصبح هيكل السفينة متيناً للغاية. لقد أحدث اختراع القائم الخلفي الصلب ثورة في عالم بناء السفن، وأمكن بعد ذلك تعديل حجم الدفة والجزء المغمور من الهيكل ليلائم حجم السفينة. أنت توجه السفينة لكنك لا تملك عجلة. لا لا، استخدموا ذراع المقود قبل العجلة. كان اختراعاً ثورياً لأن المسؤول عن الدفة كان دائماً متمسكاً بها، وبهذا يمكنه الوصول للدفة. لكن هذا العمود متصل مباشرة بالمقود المركزي الذي يحرك بدوره الدفة. حين توجه السفينة وتريد الانحراف إلى الميمنة تسحب الذراع بهذا الاتجاه. وقد عبرتم العالم بهذه السفينة؟ بالطبع، أمر لا يصدق. فعلا، لدينا اليوم أدوات رقمية وتقارير عن الطقس. لم يكن هذا متاحا لإلكانو أو ماجلان. عام 1519 في إشبيليا أبحر أسطول ماجلان لاكتشاف الطريق الغربي إلى جزر مالوكاس جزيرة التوابل التي أصبحت الآن جزءاً من إندونيسيا الحديثة. عبرت الرحلة المحيط الأطلسي إلى البرازيل، أبحرت على طول ساحل أمريكا، واكتشفت في النهاية ممراً إلى المحيط الهادي مضيق ماجلان الشهير. قتل ماجلان في الفلبين
فكان خوان سيباستيان إلكانو من أكمل أول رحلة حول العالم، وبعد 3 سنوات في البحر جلبت عودته إلى إشبيليا دليلاً رسمياً على أن الأرض كانت مستديرة بالفعل. مهد عهد الاكتشافات العظيمة الطريق لفترة جديدة، فترة الاندفاع الكبير للثروة. عبرت الأمم العالم فاتحة طرقاً تجارية جديدة ومحاربة بعضها بعضاً للسيطرة على البحار. شهد عصر النهضة ولادة السفن الحربية ثم الفرقاطة، وهي سفن حربية مجهزة بصفوف من المدافع، لكن السباق على التفوق البحري والزيادة التدريجية في حجم السفن صاحبهما عدد متزايد من السفن المحطمة. غالباً ما عانت السفن من عدم التوازن بسبب التوزيع غير المتساوي لأحمالها، وكان المثال الأبرز على هذا غرق سفينة فازا عام 1668. كانت أكبر سفينة مسلحة تبحر على الإطلاق، يقودها ملك السويد بنفسه، لكنها انهارت مع أول عاصفة رياح قبل أن تبتعد عن ميناء ستوكهولم. لذلك في أواخر القرن 17 أصبح العمل على ثبات السفن من الأمور الملحة. قام عالم الرياضيات والفيزيائي الفرنسي بيير بوغير بنشر الحل في صحيفة تريتي دو نافير، وهي أول دراسة حقيقية في مجال الهندسة البحرية، وجاء هذا العمل مكملاً لمبدأ أرخميدس للحساب العلمي لثبات السفينة. حين تنطلق السفينة في المياه تتحرك ثم تنحرف وفقاً للأمواج أو الرياح التي تضرب أشرعتها. حين تميل السفينة فإن التغيير في حجم المياه التي تتحرك داخل الهيكل يخلق تبايناً للمركز في مبدأ أرخميدس. المعرفة الرياضية لموقع مركز قوتي الرفع والتقدم أتاحت لبيير أن يحسب مكان المركز بدقة، الذي بدوره يمكن المهندس البحري من التنبؤ بمدى ثبات السفينة. في حال تم وضع أوزان ثقيلة في مكان مرتفع من السفينة وكان مركز الجاذبية فوق مركز الثبات، فإن السفينة تفقد ثباتها وتنقلب. ولكن إن كان مركز ثقل السفينة يقع أسفل مركز الثبات يمكن لها العودة لوضعها الأصلي المستقر. في القرن 19 كانت سفن الشحن تنقلب في عرض المحيطات بأحمال محسوبة بدقة، وذلك ما أصاب السفينة الشراعية التاريخية بيلام. تم إطلاق بيلام قبل 120 سنة من نانت. كانت سفينة شراعية للبضائع، وكانت تحمل السكر والكاكاو وشراب الرم من البرازيل ومنطقة البحر الكاريبي. للتعويض عن نقص البضائع عند إبحارها من نانت من دون حمولة، حملوها بالحصى. كانت الحصى مصنوعة من الجرانيت الذي تم تفريغه في مونتي فيديو. وكم كيلوغراماً من الحصى تحتاج سفينة مثلها؟ تحمل الآن 400 كيلوغرام لوزنها الذي يعادل 800 طن، وهي نسبة صغيرة من وزن السفينة، موضوعة في مكان ملائم أسفل الهيكل وتمنحها ثباتاً. مع أن سفينة بيلام كانت معتادة حمل 675 طناً من البضائع، اليوم أحد آخر الشهود على العصر الذهبي للإبحار هو مدرسة للإبحار. يستغرق الأمر معدل ساعة لرفع شراع يبلغ إجمالي مساحته 1200 متر مربع. ما يميز هذه السفينة عن سابقاتها هو كون الأشرعة موزعة على عدة أماكن. لسفينة بلام 21 شراعاً، يمكنك فصلها عن بعضها واختيار الأشرعة التي تريد رفعها. لها 3 صوار وجسم معدني أيضاً. أجل يدهش الناس لمعرفة أن لسفينة بلام هيكلاً معدنياً. تذكر أن البناء باستخدام الفولاذ كان في أوجه عام 1896، وللهياكل المعدنية فوائد كثيرة تميزها عن تلك الخشبية من نواحٍ عدة. على سبيل المثال تكون السفينة أكثر صلابة فقد يتشقق الصلب لكنه لن ينكسر، كما أن للمعادن معدل زيادة أبعاد أكبر، وبالتالي ستكون السفينة أطول وأسرع. كانت هذه السفينة في المرحلة الانتقالية، وحين تم تطوير البخار فإن معظم السفن الشراعية الكبيرة، وهي جزء من تراثنا البحري، أخرجت من الخدمة.
تبلغ السرعة القصوى لبلام 12 عقدة، أي 22 كيلومتراً في الساعة. في أوائل القرن العشرين استغرق الأمر منها شهراً لعبور الأطلسي. كان البخار حينها مقسوماً لقسمين، أطلقت الثورة الصناعية سباقاً للأداء، بعد محرك البخار بدأ البناؤون بتطوير محركات ديزل أقوى وأقوى، لكن للسرعة حدودها نظراً لمواجهة السفن لمقاومة الماء. لتصميم مركبات أسرع في أوائل القرن العشرين قام ويليام فرود، وهو أبو علم القوى المائية التجريبي، باختراع أداة قياس استخدمت نماذج قياس تم سحبها من مسافات طويلة من الماء لاختبار المقاومة في تلك المناطق. تشكل قوانين القوى المائية أوجه تشابه، لذا من الممكن استقراء القياسات التي أجريت على النماذج وتطبيقها على السفن بالحجم الطبيعي. تخضع النماذج بمقياس من 1 إلى 20 لاختبارات الدفع، بالإضافة إلى اختبارات المقاومة الشديدة. بفضل نماذج الاختبار تمكن المهندسون من تصميم المزيد من السفن العالية الأداء والقادرة على شق طريقها عبر أعتى الأمواج. لكن ما زال أمام الإنسان معركة أخرى قبل أن يتمكن من السيطرة على كل البحار على كوكبنا، وهي غزو القطبين. بعد البعثات العلمية الأولى لبيري وأمنسون، أصبحت محيطات القطبين الشمالي والجنوبي محط أنظار. لغرض التجارة فتحت الطرق على مدار العام عابرة المحيطات المتجمدة. ينطلق فريدريك إلى كامي في مدينة لابلاند الفنلندية قرب الدائرة القطبية الشمالية. تقع هذه البلدة الساحلية الصغيرة في أقصى شمال بحر البلطيق على خليج بوثنيا. تبقى مياه هذا الشريط البحري الممتد ل 725 كيلومتراً متجمدة لنصف السنة. هنا تم إرساء سفينة سامبو، وهي سفينة كاسحة للجليد بطول 75 متراً. تعمل منذ ستينيات القرن العشرين، ويوماً ما كانت هذه السفينة الحبل الذي أنقذ السفن العالقة في الجليد، واليوم تقطع البحر المتجمد في جولات قطبية. هيكل سفينتنا أكثر سماكة من سفن شحن البضائع العادية، فعادة ما تكون سماكة السفن العادية بين 10 مليمترات و 20 مليمتراً، أما سماكة هيكلنا فهي 32 مليمتراً، أي أكثر بكثير، بالإضافة إلى أضلاع السفينة. عادة ما تبلغ سماكتها حوالي 60 سنتيمتراً، ولدينا الضعف، أعني الأجزاء الأساسية للهيكل. إلى جانب هيكلها المعزز، زودت سفينة سامبو بمحرك قوي يدفعها عبر المياه المتجمدة. ولكن كيف يمكن إطلاق قوة كافية لدفع هذا الوحش الفولاذي الذي يزن 3500 طن؟ لدينا 4 محركات رئيسية بقوة 2000 حصان للواحد. هذا يعني أن المحركات الرئيسية تنتج قوة إجمالية ب8000 حصان. طاقة سفن البضائع العادية تبلغ 4000، أي النصف. على متن كاسحات الجليد هناك نظام دفع معين سائد، وهو الديزل الكهربائي.
تنتج محركات الديزل في سفينة سامبو الضخمة الكهرباء من خلال 4 مولدات، وهذه الكهرباء هي ما يحرك الدواسر. هذا النوع من الدفع يمكن أن يحركنا بقوة للأمام وللخلف، وإن علقنا في الجليد يمكنها تغيير اتجاهها وإعادة المحاولة. كيف تكسر هذه السفينة الجليد الموجودة في طريقها؟ سفينة سامبو أثقل بثلاث مرات من سفن تجارية بحجمها نفسه. نحن بحاجة إلى كتة أكبر لعبور الجليد، وإن قمنا بمقارنة كاسحات الجليد بسفن الشحن العادية فإن هيكل كاسحات الجليد مدور كالبيضة، ليس لدينا عوارض أبداً. لذا فمن الأسهل أن تعتلي السفينة الجليد، بهذا ينكسر الجليد تحت قاع السفينة ثم ينزاح ليدفعها إلى الأمام. لابد من المرور بتلك اللحظات التي تعلق فيها بالجليد تماماً، ماذا يحدث بعد ذلك؟ إنها حالة خطيرة للغاية. عادة ما تكون سفن الشحن عالقة إن كان هناك ضغط قوي، على سبيل المثال بفعل الرياح، فيمكنه سحق هيكل السفينة مثلما نسحق علبة من القصدير، فتسحق السفينة وتبدأ بالتسريب، وهنا أمامنا خطر حقيقي بالانهيار. أهم وظيفة لكاسحات الجليد هي مساعدة سفن شحن البضائع. إن علقت فستقوم كاسحة الجليد بكسره، ثم ستربط الحبال وتبدأ بسحب السفينة إلى حيث يكون عبور الجليد أسهل. ما هي أقصى سماكة يمكن لكاسحات الجليد كسرها؟ صممت سامبو لكسر جليد بسماكة 1.20 متراً، ويوجد هذا الحد الأقصى في بحر البلطيق، لكن يمكن أن نواجه ما يسمى الزجاج القطبي، وتبلغ سماكته عدة أمتار وهو قابل للكسر. لأكثر من قرن من الزمن قدم العلم يد العون للإنسان ليصل لأقصى البقاع على الأرض، لكن النشاط البشري قاد أيضاً للاحتباس الحراري، وهو ما يشكل مصدر قلق للمجتمع العلمي الذي يقيس كمية ذوبان الثلوج كل عام. الممرات الأسطورية بين الشمال الغربي والشمال الشرقي التي غرقت فيها الكثير من سفن المستكشفين تفتح أبوابها تدريجياً، وتفتح ممرات جديدة تربط بين شمال الأطلسي وشمال المحيط الهادي. وخلال رحلتها لم يكن أداء كاسحات الجليد يوماً جيداً. قرب هلسنكي يزور العالم فريدريك مركزاً فنلندياً للبحوث، حيث يتم تصميم 60% من كاسحات الجليد في العالم. يجري اختبار نماذج القياس في واحد من أكبر المراكز المتجمدة في العالم. اليوم يضع المهندسون نموذجاً بطول 5 أمتار قيد الاختبار، وهذا يعادل كاسحة جليد بطول 100 متر. أما بالنسبة إلى الثلج الناعم بسماكة 14 مليمتراً، فما يقابله في الواقع هو جليد بسماكة متر، والهدف هو قياس القوى التي تمارس على الدواسر. السفينة تبحر في الاتجاه الخاطئ بينما تكسر الجليد. هذه كاسحة جليد مزدوجة التأثير، ما يعني أنها في المياه المفتوحة، وفي حال الجليد الناعم يمكن للسفينة أن تسير بحرية، أما في حالة الجليد القاسي فستعوم باستخدام العارضة. الفائدة التي نحصل عليها من هذا تكمن بأن من الصعب تصميم سفينة قادرة على الإبحار في المياه المفتوحة وكسر الجليد في الوقت نفسه، لذا في هذه الحالة تم تصميم القوس للمياه المفتوحة والعارضة لكسر الجليد.
مفهوم أصبح ممكناً بفضل جيل جديد من الدواسر. ولتحسين دفع السفن عبر الجليد، عمل المهندسون على تقنية تتيح التحرك. من فوائد كاسحات الجليد أنها ممتازة في المناورة. تحريك الدواسر التي تسمح لكاسحة الجليد بتغيير اتجاهها في غضون ثوان. بشكل تقليدي يتم دفع السفن إلى الأمام بفعل الدواسر التي عن طريق دفعها للمياه بعيداً عن مؤخر السفينة تتمكن الأخيرة من الإبحار إلى الأمام. القوة التي يولدها المحرك تنتقل عابرة الأنابيب إلى الدواسر، لكن لتوجيه السفينة تحتاج للدفة أيضاً. في النصف الثاني من القرن العشرين تم اختراع أسطوانات الضخ السمتية التي مكنت الدواسر من الدوران ل 360 درجة، وبهذه الميزة التكيفية حل هذا النظام الأحادي الوحدة محل الدفة الثنائية الدواسر، ومكن السفن من القيام بمناورات أسرع وأكثر دقة. في تسعينيات القرن العشرين نشأ ما يسمى بالحجرة، وهو أحدث جيل من أسطوانات الضخ السمتية. نبني وحدات لأكبر السفن السياحية لكاسحات الجليد الكبيرة وناقلات الغاز الطبيعي. تبلغ طاقة هذه الوحدات هنا حوالي 20 ميجاوات وتزن حوالي 170 طناً. أكبر ثورة كانت تطور أسطوانات الضخ الميكانيكية، وتتجلى في وضع المحرك الكهربائي داخل الحجرة ضمن هيكل السفينة. ما الفائدة من وضع المحرك الكهربائي داخل الحجرة نفسها؟ نظام الدفع حين تواجه العنفة تدفق المياه بشكل مباشر يتساوى تدفق المياه مع طاقتها، وهو ما يضيف فائدة كبيرة إلى نظام عمل السفينة. وما مقدار التوفير في استهلاك الطاقة؟ هذا يختلف كثيراً اعتماداً على نوع السفينة، ففي سفينة سياحية نموذجية مثلاً يمكن أن يبلغ 5%، ولدينا فوائد إضافية متعلقة بالوضع العام على متن السفينة. فحين يقع المحرك في الجزء الخارجي من السفينة فلديك المزيد من الحرية في ترتيب معدات مختلفة داخل هيكل السفينة، مثل توزيع حجرات الركاب على متن سفينة سياحية أو في سفينة شحن. يمكنك تخصيص مساحة إضافية للبضائع، أي إنك تحصل على فائدة إضافية. أصبحت المساحة الإضافية وتوفير الطاقة عاملين هامين في قطاع يؤمن 90% من التجارة العالمية. تبحر حوالي 90,000 سفينة بين بحار العالم، وتنقل سنوياً أكثر من 10 مليارات طن من البضائع. وقد بلغ السباق نحو النمو الهائل ذروته بسفن الحاويات الضخمة والسفن السياحية. ما هي التحديات التي واجهت المهندسين لبناء هذه الوحوش البحرية؟ نعود إلى سان نازير لنتوغل داخل سفينة سياحية عملاقة. يعمل أكثر من 2500 شخص كل يوم على متن هذه المدينة العائمة العملاقة بمساحة سطح تبلغ 180,000 متر مربع. هذا قلب السفينة، المنطقة الأساسية التي يمكن للمسافرين التجول فيها أثناء الرحلة. تبدو طويلة جداً. يتراوح طولها بين 90 متراً و100 متر. حين ترى قاعة كهذه القاعة تشبه تجويفاً ضخماً وسط السفينة، قد تظن أنها سفينة غير صلبة. هناك نقص في المواد التي تضمن المتانة، لذا نقوم بالكثير من الحسابات ونجد الكثير من الحيل لإخفاء العناصر البنيوية تلك الموجودة أمامنا، مثل الأعمدة التي نراها الآن، بالإضافة إلى وجود جدران تعزل هذه المنطقة الفارغة. ما الذي يضمن صلابة السفينة؟ تبنى السفن من الفولاذ، وهذه المادة هي ما يضمن صلابة السفينة، ومن ثم فإن تكامل الهيكل كله يزيد من متانة سطحها.
لكن التحدي الهيكلي الأكثر تعقيداً بين ما يواجهه المهندسون البحريون يكمن في كيفية وضع أكبر عدد ممكن من الحجرات على متن سفينة سياحية. غرف بنوافذ كبيرة وشرفات تطل على البحر من شأنها إضعاف صلابة السفينة. ولتلبية متطلبات الركاب وتعزيز متانة السفينة في الوقت نفسه، وضع المهندسون ألواحاً متداخلة في كل طبقة، وبين هذه التعزيزات الحديدية الصلبة تتوزع 2246 حجرة للركاب. تصلنا الحجرات مصنعة مسبقاً ونحن نضعها على متن السفينة. المعيار الأكثر أهمية هو العرض. هذا هو الحجم الذي اتفقنا عليه مع الزبون. وبقدر ما يبدو هذا غريباً، فهذا هو الحجم الذي يلائم المسافة بين العوارض الحديدية. يتكيف المهندسون بشكل دائم مع متطلبات المالكين، بما فيها التسليم في وقت قياسي. على هذه السفينة السياحية قرابة عام كانت مخصصة لبناء وتجميع الكتل 80 التي يبلغ وزنها 70,000 طن. في غضون 4000 من السنين تطور الإنسان من قوارب خشبية هشة إلى مدن عائمة، وفي الوقت نفسه سيطر على المياه السطحية لكوكب الأرض بالكامل. لكن لا يزال هناك عالم كبير آخر لم نقهره بعد، عالم ما تحت الماء، وهو منطقة جديدة بالكامل نحلم باستكشافها وغزوها. لعدة قرون ألهمت الأعماق رواة القصص. كان جول فيرن أكثرهم إبداعاً بحكاياته عن القبطان نيمو في روايته 20,000 فرسخ تحت البحر. في هذه الرواية يستكشف أبطاله أعماق المحيطات في بذلات الغوص، وهي تقنية كانت في القرن 19 لا تزال في المهد. قبل ظهور اختراع كوستو وغانيون المسمى أكوالونغ، كان البحر عبارة عن مرآة بمساحة 360 مليون متر مربع. وبعد فترة قصيرة تمكننا فعلاً من استكشاف الحياة البحرية والتعرف عليها. قدم كريستوفر كولومبوس أمريكا للعالم الغربي، وكان هناك أمريكيون أصليون هناك من قبل، أمريكا الصغيرة. أما جاك كوستو فقد قدم إلينا 3/4 كوكبنا، وبهذا فالمرآة المسطحة التي تبلغ مساحتها 360 مليون متر مربع أصبحت وحدة متكاملة مليئة بالمخلوقات الاستثنائية. أثناء الغوص يتم قياس الضغط بوحدة البار، فعلى السطح يبلغ ضغط الهواء باراً واحداً، وهو ما يعادل حوالي كيلوغرام واحد يضغط على سطح بمساحة سنتيمتر مربع واحد. مع نزول الغواص أكثر يزداد الضغط بمعدل بار واحد كل حوالي 10 أمتار، فتنضغط الرئتان. حتى لا تسحقا يجب أن يكون الهواء المستنشق متوازناً مع الضغط. عام 43 اخترع القائد جاك كوستو وأميل غانيون ما يسمى أكوالانج أو أسطوانة الأكسجين، مع منظم يقلل من غاز التنفس المضغوط الموجود في الأسطوانة إلى هواء عادي للتنفس يزود به الغواص. لكن الغواصة هي ما سمح للإنسان بأن يتوغل أعمق. في عام 60 تمكن جاك بيكار ودون وولش من تحقيق إنجاز الغوص في ماريانا ترينش على عمق بلغ حوالي 11,000 متر. 1100 بار من الضغط، هذا هائل. لم تكن لديهما أي فكرة عما إن كانا سيعودان على قيد الحياة. كان ذلك أصعب بكثير من محاولة الوصول إلى القمر، وما زال أصعب من ذلك. بمنأى عن الإنجاز بحد ذاته، أثبتت الرحلة التاريخية وجود الحياة أسفل الهاوية، وأطلقت عصراً من الاستكشاف العلمي للأعماق. بدأت مراكز البحوث في أنحاء العالم مثل المعهد الفرنسي لبحوث استثمار البحار في تطوير أدوات لتنفيذ مهامها. على متن سفن استكشاف علوم المحيطات قام الباحثون بإرسال غواصات ثم روبوتات مثل هذه الآلة، وهي غواصة تعمل عن بعد تحت الماء.
يمكن لهذه الغواصة النزول لمسافة 2800 متر، وهي في الحقيقة لا تعد كبيرة، وبهذا يمكنها الوصول لأماكن يصعب علينا نحن بلوغها، مثل دخول حطام أو واد واختراق أماكن هشة جداً أيضاً. تستخدم هذه الأداة المبتكرة أوروس 3D نظام معالجة تصويرياً بالغ الدقة تحت الماء، وهذا يتيح للباحثين دراسة الأعماق بدقة. حطام السفن، البقايا الأثرية، كما أنهم يستطيعون وضع خرائط للكهوف تحت البحرية التي يتعذر الوصول إليها. ثم يرسل الفريق الغواص إلى وادي كاسيدانيو في حديقة كالانك الوطنية، وهي محمية طبيعية. الهدف من المهمة دراسة التغيرات في الكتلة المرجانية. أصبحت الغواصة في القاع. وما هو العمق؟ أكثر من 200 متر بقليل، حوالي 205 أمتار. ويساوي 20 باراً؟ أجل 20، وهذا يتجاوز الغوص التقليدي. هذه نتيجة ما رأيناه مسبقاً؟ أجل، هذه هي الكتلة المرجانية البيضاء التي سبق أن رأيناها، والتي تم تصويرها بشكل ثلاثي الأبعاد. يمكننا تحريك الأشياء التي ندرسها. هذا يمكننا من التنقل ضمن الأبعاد الثلاثة لهذا المجمع الحيوي، لأن هذا كله قد بني من قبل كائنات حية. انظر إلى التفاصيل التي نحصل عليها حين نقرب الصورة قليلاً. يمكنك رؤية كل واحد منها، ويبلغ قطره بضعة مليمترات. قدرتنا على توثيق كل ذلك في صور ثلاثية الأبعاد ضمن الأرشيف قد تمكننا مستقبلاً من العودة إليها لنحلل ما توصلنا إليه مرة أخرى، ولمعرفة فيما إن كان قد نما أو نفق أو انضمت إليه أنواع أخرى. سنكتشف تدريجياً المزيد من توزع التنوع البيولوجي، لا سيما في البيئات العميقة. تشغل أعماق المحيطات التي تفوق 200 متر حوالي 60% من سطح كوكبنا. وبعد أن كان بلوغها ولفترة طويلة عصياً علينا، أصبحت الآن في متناول اليد. في عام 77 أفصحت عن أكبر أسرارها. على الحافة المحيطية لجزر غالاباغوس، على الحدود بين صفيحتين تكتونيتين، اكتشف الجيولوجيون الأمريكيون بالاشتراك مع علماء فرنسيين من المعهد الفرنسي لأول مرة المصادر المائية الحرارية، أي المياه الساخنة الخارجة من أحشاء الأرض. في هذه البيئة المعادية على هذه البراكين تحت سطح البحر، اكتشف الباحثون المدهشون وفرة من أشكال الحياة. في بريست، حيث يقع المقر الرئيسي للمعهد الفرنسي لبحوث استثمار البحار، تسمح تقنية جديدة للباحثين بدراسة أنظمة بيئية معينة عبر المرصد البحري. وبفضل شبكة من الكابلات الممتدة ل 800 كيلومتر، تستقر على عمق 2000 متر في قاع البحار وموصولة بآلات التصوير، يمكن للباحثين أن يكونوا على اتصال مباشر بالمصادر الحرارية قبالة سواحل كندا. سنقوم بتشغيله. ها هو، يبدو غريباً بعض الشيء، لأننا نرى مياهاً بحرارة تبلغ حوالي 400 درجة مئوية عند خروجها. الوسط هناك حمضي للغاية، وتتواجد فيه كل أنواع المعادن الثقيلة، الكادميوم والزرنيخ والرصاص. ونحن هنا على عمق حوالي 2200 متر، بضغط يبلغ حوالي 200 بار، ما يعادل وزن بقرة على ظفرك. الأمر الأهم هو وجود الكثير من النشاط الإشعاعي الطبيعي. للوهلة الأولى ستظن أن الحياة مستحيلة. وبشكل مثير للدهشة، هناك واحات غنية جداً بأشكال الحياة المختلفة. ما هي درجة الحرارة هناك؟ ليست مرتفعة جداً، أقل بقليل من 20 درجة حيث توجد الأحياء. ثم لدينا فئة المداخن السوداء الكبيرة التي تطلق سوائل تبلغ مئات الدرجات المئوية.
ما يحدث هو أن السوائل الساخنة تلامس مياه البحر الباردة، ما يؤدي إلى ترسب العناصر الكيميائية الموجودة في السوائل، وهذا الترسب هو ما يؤدي إلى تكون هذه التشكيلات الكبريتية الكبيرة التي تتغذى عليها الكائنات الحية. قربنا هناك عالم مجهول تماماً، أنتم المستكشفون الجدد. المستكشفون الجدد لكوكبنا نفسه، هذا أكثر شيء مدهش، فنحن بالكاد نعرف منه 5 إلى 10%، وما تبقى لاكتشافه هائل. هل سيتمكن الإنسان يوماً ما من الحصول على معرفة تامة بهذا العالم الغامض الذي جذب وأسر المستكشفين والعلماء لقرون؟ لا نعرف شيئاً عن العالم تحت سطح الأرض، هناك أشياء لا حصر لها يجب أن نكتشفها ونصفها ونفهمها. نحن نغوص ضمن كينونة لا نهائية لدرجة الجنون، الجنون الحقيقي. علينا أن نرى ما يوجد تحت البحر. تتيح لنا العبقرية البشرية وتقنيتها إمكانية استكشاف هذا المجال الجديد الذي ينفتح أمام البشرية. سيأتي جزء من علم الأدوية المستقبلي من البحر. طعامنا المستقبلي سيعتمد إلى حد كبير على البحر. يجب أن ندرك ما يمثله هذا الكون. إنه المجال المتبقي الذي سيسمح بتطور البشرية.